يجيب لك كيس سيناريو ويقول لك والله العيان ده راجل فوتوغرافر وقاعد بيصور في غابات في أمريكا، تقوم حشرة التكس تقرصه وعملت المنظر ده، وحاسس بعدها بنشران في عظمه والتهاب في المفاصل. على طول يجي في بالك ان ده لايم ديزيز. الحشرة اللي عاملة زي حشرة البق دي نقلت لي بكتيريا اسمها بوريليا، دي بكتيريا مصنفة كده سبايروكيت، حلزونية يعني، دخلت دمه وعملت بقع حمرة زي ما انت شايف مكان القرصة. يا ترى ده علاجه ايه؟ يجي لك كيس سيناريو تاني ويقول لك والله الراجل ده فوتوغرافر، هو نفس الفوتوغرافر النحس ده ونفس الحشرة برضه تقرصه، بس المرة دي حصل له نقط وبقع حمرة كده لو هرش فيها هتنزف، على طول دماغك هتروح للروكي ماونتين سبوتيد فيفر بسبب دخول بكتيريا اسمها ريكيتسيا. يا ترى علاجها ايه؟ يجي لك كيس سيناريو تالت ويقول لك راجل عنده مزرعة أغنام وعنده شوية أعراض بتاعت إنفلونزا، يعني نشران في الجسم وصداع ورشح وحاجات من دي، تقول له لا استنى ممكن تكون كيو فيفر، دي حمى ما كانش معروف سببها الأول عشان كده سموها كيو، كيو دي يعني كويري مجهولة، لكن عرفنا دلوقتي إن سببها بكتيريا اسمها كوكزيلا. طيب البوريليا والريكيتسيا والكوكزيلا كلهم انتراسيلولار اورجانيزمز، مين المضاد الحيوي البرنس اللي هيصطادهم من قلب الخلايا؟ ومع العيلة التامنة عيلة التتراسايكلينز، برضو العيلة دي شغالة على تثبيط انتاج بروتينات البكتيريا زي الامينو جليكوسايدز الماكروليدز والكلوراميفينيكول. عيلة التتراسايكلين يا شباب البروتوتايب بتاعها او الاب الروحي بتاعها اول عضو اكتشفوه وهو الاوكسي تتراسايكلين، استخلصوه من بكتيريا اسمها ستريبتومايسيس ريموسس في اوائل الخمسينات، وعلشان دايما اول عضو بيكون مشاكله كتير طوروه ويطلعوا بيه الدوكسيسايكلين، عايزك تركز مع ده قوي. ويجي بعض اخواته بقى زي الكلور تتراسايكلين والتيجي سايكلين والماينو سايكلين والديميكلو سايكلين، دول افراد العائلة الكريمة. وكالعادة ناخدك لحتة كيمياء، واخد بالك في اربع حلقات، اربعة رينج، اربعة سايكل، علشان كده سموها تتراسايكلين. تترا يعني اربعة، سايكلين يعني حلقة. حتى كمان لو ركزت في الموليكولار ويت، الوزن الجزيئي بتاعهم اقل من 500 دالتون، ده معناه انهم ابزوربد اورالي ويل، بيمتصوا عن طريق الامعاء كويس جدا. حتى كمان شايف الاو اتش مجموعه الهيدروكسيل جروب دي خلته مركب ووتر سوليبل، كده ده هيعوق الابزوربشن عمليه الامتصاص بتاعته في الامعاء، وعلشان كده هتلاقي الدوكسي سايكلين والمينو سايكلين افضل امتصاص لانهم قللوا فيهم مجموعه الهيدروكسيل جروب، وبالتالي زودوا الليبيد سوليابيليتي وقللوا الووتر سوليابيليتي. طيب نيجي للفارماكوكاينيتكس، نبدا بالامتصاص، بيمتصوا عن طريق الامعاء بس امتصاص مش كامل والله، يعني لما هاخد التتراسايكلين عن طريق الفم جزء هيمتص عن طريق الامعاء وجزء هيفضل في الامعاء، واللي هيفضل في الامعاء ده هيسبب لي مشاكل للاسف، وبرضه لو اتاخد مع الاكل هيقلل امتصاصه. بس في مشكله كمان ركز معايا فيها، عيله التتراسايكلين لو خدتها مع اكل والاكل ده فيه ميتالز زي الكالسيوم الحديد نحاس زنك اي ميتال، بيعمل مع التتراسايكلين كيميكال كومبلكس، يعني التتراسايكلين هتعمل كلييشن مع الكالسيوم ويكونه انسوليبل كومبلكس، مركب غير زائل، تهمه عندي هتمنع امتصاصه كمان وكمان. فالحل بسيط، ابعدهم، اعمل سبيس كده ما بين الدواء وما بين الاكل. نيجي لانتشار وتوزيع الدواء في جسمي، بص هو بيعدي البلاد برين بارير بس بكميات قليله قوي، فصعب تكتبه لعيان عنده سي اس اف انفكشن. عيله التتراسايكلين بتوصل للبودي فلويدز للجسم وخلايا الجسم كويس جدا، وبتروح للانسجه زي الفل وخاصه البروستاتا. طيب الست اللي بترضع بينزل في لبنها للعيل؟ بينزل، بس هيعمل مشاكل عند البيبي. طيب بيعدي البلاسينتال بارير؟ بيعدي الحبل السري ويروح للجنين؟ بيعدي. وللاسف عيله التتراسايكلين تيراتوجينيك، يعني بتسبب تشوهات للاجنه. طيب نيجي للميتابوليزم بتاعهم، الميتابوليزم بتاعهم عادي خالص في الليفر،
خد بالك انه اكستنسيفلي ميتابولايتس، يعني لما بتاخد قرص تتراسايكلين الكبد بيحاول يكسره قدر الامكان، يعني لما ينزل في البول غالبا بيكون مهري متكسر ميتابولايت بايظ خالص. ندخل على الاكسكريشن، بعد ما خلص الدواء هرميه فين؟ اغلب التتراسايكلينز بينزلوا رينال عن طريق الكلى، يعني بنسبة 80% عن طريق الكلى و 20% بينزلوا من المرارة للامعاء مع البراز، يعني اغلب الدواء نازل في البول. الله، اذا اعالج بيه التهابات المجاري البولية؟ لا برضو ما تعرفش، لانه بينزل بايظ تشينجد. ما عدا الدوكسيسايكلين هو اللي مختلف شوية، افضلهم امتصاص يكاد يكون مثلا كومبليت ابزوربشن، والإكسكريشن بتاعه 50% كلى و 50% مرارة، وممكن تعطيه لعيان مريض كلى لأنه بينزل 50% مش 80%، لكن ما ينفعش إخواته اللي بينزلوا 80%، هنا هيبقى نفروتوكسيك. بس عيب الدوكسيسايكلين بمناسبة إنه بيخرج 50% براز و 50% مرارة، فالجزء اللي من الدوكسيسايكلين بينزل عن طريق المرارة للأمعاء، فاكر أنت الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن؟ إن الدواء بينزل من المرارة للأمعاء والأمعاء ترجع ترجعه للكبد تاني والكبد يرجعه للأمعاء، واللفة دي كلها كل ده حملة على الكبد، لذلك هو هيباتوتوكسيك، سام للكبد. نيجي ليه الفارماكو داينامكس بقى والدواء ده بيشتغل ازاي، عيلة التتراسايكلين الميكانيزم اوف اكشن بتاعها. فاكر انت الامينو جلايكوسايدز لما كنت بقول لك شغالة على انها توقف ال 30 اس؟ هنا برضو التتراسايكلين شغالة برضو انها توقف ال 30 اس ريبوسومال سب يونت، بس بويك بوند، ربطة ضعيفة قوي، ريفيرسابل بوند كمان زي الماكروليدز بالظبط. لذلك التتراسايكلين بكتيريوستاتيك، بتوقف نشاط البكتيريا مش بتقتلها، مش بكتيري سايدل. تقوم البكتيريا تسكت؟ لا، تقاوم وبشدة عن طريقين. الطريق الاول بتعمل بروتين مخصوص تغطي بيه 30 اس، فالتتراسايكلين ما تشوفوش وما تعرفش تشتغل عليه. تاني طريق ان هي طورت انظمة تطرد بيها عيلة التتراسايكلين من الخلايا خالص على الشارع. ندخل على السبيكترم، التتراسايكلين بتجيب بكتيريا ايه؟ بص، اكتر مضاد حيوي هتلاقيه بيجيب اكبر طيف من البكتيريا اعرف ان هو التتراسايكل، ده اللي يستاهل لقب البرود سبيكترم بجد، بيجيب عدد مهول جدا من البكتيريا. بص يا سيد، اغلب الجريم بوزيتيف بيجيبه ما عدا ما بين قوسين كده الاستاف، اغلب الجريم نيجاتيف بكتيريا بيجيبها ما عدا ما بين قوسين كده السودوموناس البروتياس، معظم البكتيريا الانيروب بيجيبها ما عدا برضو ما بين قوسين كده الكولستريديوم ديفيسيل. بيجيب ايه كمان؟ بيجيب الاتيبيكال مايكرو اورجانيزمز، فاكر انت كالم ماي ليج اللي هي الكلاميديا والمايكوبلازما والليجيونيلا؟ بيجيبهم بس مش زي الماكروليد، الماكروليد كان افضل منه فيهم. بس عندنا هنا البرنس التتراسايكلين بيجيب برضو اتيبيكال مايكرو اورجانيزمز ثلاثة كمان الماكروليد كان بيجيبهم بس مش زي التتراسايكل. زي ايه؟ زي البي ار سي، البي دي اللي هي البوريليا، الار ريكيتسيا، سي كوكزييلا، التلاتة دول التتراسايكلين مميزة جدا فيهم. خامس حاجة بيجيبها التتراسايكلين وهي البروتوزوا، البروتوزوا بقى زي الملاريا، التوكسوبلازما، الانتاميبا هيستوليتيكا، الجياردية، بتروح تمسك في الاربعين اس بتاعت الريبوسوم بتاعت البروتوزوا دي. استنى هنا، مفيش دكتور بيكتب لعلاج البروتوزوا دي التتراسايكلين، لان ليهم ادوية متخصصة افضل، بس انا بقولك ان ليه سبيكترم رهيب. ورغم كل السبيكترم المهول ده كله الا ان استخدام التتراسايكلين محدود جدا، مفيش دكاترة بتكتبه، قليل جدا لما بيكتبوه. ليه؟ لانه بكتيريوستاتيك، بيوقف البكتيريا مش بيقتلها. وحاجة تانية، البكتيريا عملت له ريزيستنس، عرفته حافظته. يلا ندخل على الثيرابيوتيك يوسز بقى، الدكاترة بيكتبوه في حالات ايه؟ اول حالة كالومايليج قلت لك عليها قبل كده اللي هي الكلاميديا، المايكوبلازما، الليجيونيلا. بس ذا فيرست تشويس، يعني اول حاجة تيجي في دماغ الدكتور لعيان عنده الكالومايليج ده، بيكتب له الماكروليد. لو عنده مانع من الماكروليد بيكتب له ذا سكند تشويس بقى اللي هو التتراسايكل. حاجة كمان البي ار سي اللي هي البوريليا، ريكيتسيا، كوكزييلا. ذا فيرست تشويس هنا اول اختيار بيجي في دماغ الدكتور هو التتراسايكل، لو في مشكله من التتراسايكل بيكتب له سكند تشويس اللي هو الماكروليد. حاجه كمان بنعالجها بالتتراسايكل مش هتتوقعها، الكوليرا. ايوه، بكتيريا اسمها فيبريو كوليرا، رغم انها جريم نيجاتيف. جريم نيجاتيف يبقى ندي امينو جلايكوسايدز ملك الجريم نيجاتيف؟ لا ما ينفعش. الغريب ان التتراسايكل
بيعالج الكوليرا، والاغرب انه بيعالجها بسنجل دوس كمان وبيقتلها كمان. يعني لو حصل اوت بريك في منطقه ما بالكوليرا رشهم وغرق عليهم دوكسيسايكل. بيعالج ايه كمان التيتراسايكل؟ بيعالج الاكني حب الشباب. جوه الحبوب اللي انت شايفها دي يا شباب فاتي اسيدز محبوسه، وبتعمل سكندري انفكشن. في بكتيريا كده اسمها كيوتي بكتيريا، سموها كده مش علشان كيوت بقى، لا لا لا، كيوتي مقطع بمعنى جلد. المهم البكتيريا دي عملت عدوى وبتسيب بصور واثر في الوش كده مش ظريف. فتلاقي دكاتره الجلديه بيعطوا دوكسيسايكلين. ليه؟ قال لك في كلام انه بيخرج عن طريق التيرز، الدموع والعرق. الله حلو، ده اعالج بيه السكين انفكشنز والاي انفكشنز، تمام. ايه كمان التيتراسايكلين بيعالجه؟ هو بيعالج حاجه بس مش عدوى صراحه، يعني حاجه اسمها سياد، اس اي اي دي، سيندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن. عارفين يا جماعه الفص الخلفي بتاع الغده النخاميه استهبل مثلا لاي سبب وبدا يفرز هرمون الانتي دايوريتك، هرمون اي دي اتش كتير قوي، فيروح للكوليكتنج داكت اللي في النفرونات بتاعت الكلى يخليها ترجع الميه للجسم. مفيش بول نازل النهارده، الميه ترجع بقى وتعمل مثلا فشل في القلب وتورم العيان في بعضه. طيب ايه دخل التيتراسايكلين في الموضوع ده؟ الباحثين وجدوا بالصدفه ان التيتراسايكلين وخاصه الديميكلوسايكلين بتخلي الكلى ما تستجبش لهرمون الاي دي اتش، وبكده حلينا المشكله. ندخل على الادفيرس افكتس بقى، الاعراض الجانبيه اللي هتجيلي من ورا التيتراسايكل. رقم واحد، مشاكل في الجهاز الهضمي، هيلاقي عنده ايبيجاستريك بين، الم في فم المعده كده، لذلك هو ممنوع المريض عنده بيبتيك ألسر. تاني مشكلة ممكن يعملها في الأمعاء هي السوبر انفكشن، اتكلمنا عليها قبل كده زمان. تاني حاجة ممكن يعملها وهي التيث والبون بروبلمز بقى، مشاكل بقى في الأسنان وفي العظم. يعني أي حد أقل من 8 سنين، عيل صغير، ما ينفعش تديله تيتراسايكلين. ليه بقى؟ تيتراسايكلين يا جماعة قلت إن هو هيعمل كيميكال كومبلكس مع الكالسيوم، وهيترصب في عظمه ويعمل له أبنورمال بون فورميشن. حتى دكتور العظم يقول لك الولع عظمه مسوس، واسنانه برضه هتلاقيها يولستين دي كده مسفريه زي ما انت شايف كده، والتركيب السنه نفسه بايظ، بيحصل له حاجه اسمها دينتال انامل هايبوبليجيا، دكاتره الاسنان عارفاها. ولنفس السبب ده برضه ما بنخليش واحده ست حامل تاخد الدواء ده عشان ما يوصلش للجنين ويدخل يعمل كيميكال كومبلكس في عظم الجنين نفسه. طيب تالت مشكله بيعملها في الليفر، في الكبد، بيعمل مشكلتين والله في الليفر. المشكله الاولى انه تيتراسايكلين بتروح تعمل دايركت توكسيستي لخلايا الكبد فتكسرها، والانزيمات بتاعت الكبد تتحرر من الخلايا وتعلى في الدم زي ALT AST، كده حصل حاجة اسمها ليفر سيل انجري. تاني مشكلة بيعملها تيتراسايكلين انه بيعمل ورم وتضخم في خلايا الكبد، حجمها بيزيد ويزيد، فتقفل القنوات البينية اللي بينها، اللي هي القنوات اللي بيعدي فيها وبيتصرف فيها البايل، فترد على الخلايا ويحصل تليف، بيسموه كوليستاتيك جوندس. هنا هيرفع انزيم اسمه الكالين فوسفاتيز. طيب التيتراسايكلين هيسيب الكلى؟ لا برضه، ممكن يعمل فيها مشكلتين. المشكله الاولى بيعمل حاجه اسمها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. التيتراسايكلين بالصدفه بتخلي الاي دي اتش ما يعرفش يشتغل على الكوليكتنج تيوبيولز بتاعه النفرونات، وبالتالي الميه هتنزل كتير وهتصفى وبات في الحمام، علشان كده سموه دايابيتس لانه شبه مرض السكر. تاني مشكله ممكن يعملها تيتراسايكلين حاجه اسمها فانكوني سيندروم. التيتراسايكلين بتعمل توكسيسيتي للبروكسيمال كونفوليوتنج تيوبولز، ودي اللي بتمتص 90% من المواد الدايبه وترجعها للدم، كده البول هينزل فيه مواد دايبه مهمه جدا، حاجه كده شبه الرينال فيلير. خامس مشكله ممكن تعملها التيتراسايكلين وهي الفوتو توكسيسيتي او الفوتو سنسيتيفيتي، حساسيه للضوء، زي ما انت شايف كده العيان بيخرج التيتراسايكلين من هنا ويحصل له السان بيرن او المنظر اللي انت شايفه ده، وده بيحصل اكتر عند الناس اللي عندها حساسيه اصلا من التيتراسايكلين. انا خلصت حلقه النهارده، معلش هي تقيله شويه بس مهمه.